اي والله شيء بمخول. يعني مين بده يكون دبر كل هذا الموضوع والقصه وقالوا لي انه ابنك بالمشفى؟ مين؟ عبير؟ عبير؟ خير؟ يعني مو انت ورا كل هذا الموضوع؟ اني موضوع؟ موضوع انه ابنك بالمشفى مشان تجيبيني على البيت؟ لا والله ما بعملها وبشغل تفكيرك ولفاول على ابني، بس الله يبعث له الهنا على هالعمله. صحيح نسيت اقول لك، مر لعندك واحد اسمه ابو سطيف وقال انت موسع على سياره بصر. ايه وشو قال لك كمان؟ بعته لعندك على السوق. ليش العمى بعيونك؟ راحوا المصاري وراحت السياره، لك ايش من اولها اليوم منزوح من وشك، لك روحي من وشي، روحي. الله لا يوفقك على الخبر.